السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب، هل الرزق مكتوب؟ هل الرزق يزداد بالدعاء؟ هل الرزق له علاقة بالعمل؟ هذه الأسئلة سنجيب عنها اليوم من القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كل شيء أخي الحبيب، يجب أن تعلم أن الذي يسير الكون والذي يرزق حقيقة هو الله عز وجل، وكل ما تراه من أسباب وكل ما تراه من بشر ووسائل الرزق هي أمور الله يتحكم بها. فالله عز وجل هو الذي يتحكم برزق المخلوقات. أيها الإنسان، يوجد غيرك على هذا الكوكب تريليونات المخلوقات من النمل والحيوانات والأسماك وأشياء وكائنات لا نعلمها، كلها يرزقها الله. انظر معي إلى هذه الآية الكريمة، وضعها قانون، اجعلها قانونا لك في الحياة. هذه الآية الكريمة واحفظها رجاء. يجب أن نخرج من هذا اللقاء بنتيجة أنك حفظت بعض الآيات القرآنية وجعلتها منهجا لك في هذه الحياة لترتاح. الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ماذا قال بعد ذلك؟ كل في كتاب مبين. يعني كل حركة وكل ذرة وكل كائن وكل رزق موجود في كتاب عند الله. لذلك أنت لا تتعب نفسك، لا تشغل بالك بهم الرزق. الرزق مقدر أخي الحبيب، والرزق قدره الله بصورة عجيبة جدا. سأقول لك ماذا يقول أغنياء العالم اليوم. أكثر الناس غنى أصحاب المليارات، اسألهم يقول لك الرزق هو مجرد حظ. طبعا عند الله لا يوجد حظ، لا يوجد شيء اسمه صدفة، لا، الله كتب الرزق عنده سبحانه وتعالى. طب لماذا يعتبرون أن الرزق هو حظ؟ لأن هذا الإنسان الغني اجتمعت له مجموعة من الظروف جعلته غنيا. 90% من هذه الظروف هو لا علاقة له بها أصلا، يعني الظروف هيأت له طريقة للرزق. لو جاء في وقت آخر لا يستفيد شيئا، لو جاء في غير هذه الظروف لا يستفيد شيئا. وبالتالي فإن الرزق لا يتعلق بالعمل، بل إن العمل هو من أسباب الرزق. وهنا فرق كبير أخي الحبيب، فرق كبير. أن تقول إن عملي هذا هو الذي جاء لي بالرزق، لا، قل إن الرزق كتبه الله لي وهذا العمل هو سبب من أسباب الرزق. سترتاح جدا، ما لم أن النتيجة واحدة. يعني أنك بالنتيجة لن تأخذ إلا هذا الرزق الذي كتب لك. ولكن الله عز وجل عندما يكتب رزقا لإنسان يكتب له أسباب هذا الرزق. يعني الله عز وجل كتب لإنسان مليار دولار مثلا، يضعه في سلسلة من الأحداث. انظر معي، التوقيت مهم، المكان مهم، الظروف التي يمر بها مهمة، الإمكانيات العقلية التي زوده الله بها مهمة، البيئة التي وضع بها مهمة. مجموعة هائلة من الظروف المعقدة جعلت من هذا الإنسان صاحب مليار دولار مثلا، أو أكثر من ذلك أو أقل. أنا الذي يهمني أنا رزقي، هل يمكن أن يأخذه أحد غيري؟ هل هذا الرزق الذي أنا أنظر له أنه مكتوب لي، هل يمكن لإنسان أن يأخذه مني مثلا؟ هل يمكن أن يضيع مني هذا الرزق؟ الجواب في هذا الحديث النبوي الكريم الذي يطمئن القلب. سأقول لك هذا الحديث صحيح أخي الحبيب، رواه ابن حبان وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، بل في بعض الروايات يقسم، والذي نفسي بيده، لا تموت نفس أو لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ولو فر أحدكم من رزقه، لو هرب أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. لا أحد يستطيع أن يهرب من الموت، كذلك لا تستطيع أن تهرب من الرزق الذي كتبه الله لك. وبالتالي أنا عندما أطمئن وأعلم أنني لن أغادر هذه الدنيا حتى آخذ كل الرزق الذي كتبه الله لي، إذن أنا أصبحت مطمئن القلب، أفكر بطريقة أخرى، أنني أبتغي عند الله الرزق. فهو الذي قال لي ولكم فابتغوا عند الله الرزق. وقال لي أيضا من الأسباب التي تؤدي لهذا الرزق، لئن شكرتم
لأزيدنكم. إذن الحمد مهم جدا. يا ربي لك الحمد على هذه النعم، على كل شيء، حتى الابتلاء الذي يصيبك احمد الله عليه واعلم أن فيه خيرا، ولكنك لا ترى هذا الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وبنفس الوقت ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعندما تضع في رأسك هذه القاعدة أن الرزق عند الله، وأن التوكل على الله من أسباب الرزق، وأن التقوى من أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من هنا تستطيع أن تقول أخي الحبيب إن الدعاء أيضا من أسباب الرزق. طيب كيف نقول أو كيف نوفق بين فكرة أن الرزق مكتوب وأن الدعاء يزيد الرزق؟ تقوى تزيد الرزق، الحمد يزيد الرزق، لئن شكرتم لأزيدنكم. بكل بساطة أخي الحبيب، الله عز وجل يكتب رزقك ومعه أسباب، تماما مثل كتابة الموت ومعه أسباب. كتاب الموت، كتاب هو كتاب، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لكل أجل كتاب. هذا الأجل الذي قدره الله عليك ليس فقط أن تموت في لحظة معينة. بعض الناس يعتقد أن الأجل فقط محدد باللحظة أو بالثانية أو باليوم أو الدقيقة، لا، هذا جزء من كتاب الأجل. كتاب الأجل يتضمن أسباب الموت، مكان الموت، الأرض التي ستموت فيها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مكتوب فيه كتاب الأجل أين ستدفن، مكتوب فيه آلام الموت، مكتوب فيه كيف ستأتي الملائكة والحوار الذي سيحدث بينك وبين الملائكة. هل ستندم وتقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أم أنك ستكون فرحا طيب النفس الذين تتوفاهم الملائكة طيبين؟ من أي فئة ستكون؟ كل هذه المعلومات وهذه البيانات مكتوبة في كتاب هو كتاب الموت. لذلك قال تعالى لكل أجل، لم يقل توقيت أو زمن أو وقت محدد، لا، قال لكل أجل كتاب. وهذا ينطبق حتى على النملة، النملة لها كتاب عند الله. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ خذ هذه الآية الكريمة، الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني لم نترك صغيرة ولا كبيرة إلا كتبها الله في هذا الكتاب عنده، اللوح المحفوظ. لذلك يوم القيامة عندما يأتي المجرم الظالم الكافر ليقرأ كتابه، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، وهنا معنى المجرمين، أعظم جريمة ترتكبها هي في حق نفسك، عندما تعمل من أجل الدنيا وتنسى نفسك، تكون من الذين قال الله فيهم نسوا الله فنسيهم، ويقول أيضا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فمثل ثم يقال لهم يوم القيامة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فعندما يوضع الكتاب ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدقني أخي الحبيب، كل فكرة خطرت ببالك ستجدها في كتابك، كل كلمة استمعت إليها ستجدها في كتابك، كل مقطع فيديو شاهدته ستجده في كتابك. طيب قد يستغرب البعض، ما علاقة الأشياء التي أشاهدها أو أسمعها بكتابي؟ نحن نظن أو كثير من الناس يظن أن الله يكتب علينا ما نقول فقط، لا، ما تشاهد وما تسمع. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ خذ هذه الآية أخي الحبيب، الله تبارك وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن كل صورة رأيتها، هل ترضي الله؟ ستسأل عن كل شيء سمعته، هل يرضي الله؟ ستسأل عن أي كل فكرة خطرت ببالك أو بفؤادك أو بقلبك، هل ترضي الله؟ وبالتالي الكتاب الذي كتبه الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. طيب إذن أنا لماذا أحزن؟ لماذا أتعب؟ لماذا أفكر؟ لماذا أتعب نفسي؟
العمر قصير أخي الحبيب. كم ستعيش الآن؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ مستحيل، مستحيل إنسان اليوم شاب أن يعيش 100 سنة. حتى لو عاش 100 سنة، هذه 100 سنة كم تساوي أمام يوم القيامة؟ يوم كان مقداره 50,000 سنة. أضرب معي، استخدم الآلة الحاسبة واضرب معي مع بعض، يعني سأضع هنا 100 تقسيم 50,000، يعني 2 بالألف. لو قدر لك أن تعيش 100 سنة، أنت فعليا تعيش 2 بالألف من يوم القيامة. كم 2 بالألف؟ يعني فرضا لو فرضنا يوم القيامة هو 24 ساعة، تمام، ضرب 2 بالألف يعني 48 بالألف من الساعة. يعني كم ضرب 3600 ثانية؟ يعني 172 ثانية. يعني تخيل، أنا أقارن لك فقط مقارنة رياضية، أن 100 سنة هذه هي أشبه ب 172 ثانية. لو فرضنا أن اليوم القيامة لو قربناه وقلنا 24 ساعة، يعني لو ضغطنا 50,000 سنة إلى 24 ساعة، ستكون 100 سنة هي 172 ثانية، يعني أقل من 3 دقائق. لذلك هنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أكلت أكلة لذيذة واستمتعت بها، هذه هي الدنيا بالنسبة للآخرة. لذلك لا تستحق، ما بقي من عمري لا يستحق أن أجهد نفسي في التفكير، بل يجب أن أستعد للقاء الله، أستعد لليوم الآخر، أستعد لهذا اليوم الذي هو طوله 50,000 سنة، ماذا سأفعل فيه؟ لذلك هنا أخي الحبيب، عندما تكثر من الدعاء وتثق بالله وتعتقد أن رزقك بيد الله وقد كتبه عليك، وأنه يزداد بالدعاء، لأن الله كتب لك الرزق كما قلت وكتب أسباب الرزق، فإذا أراد الله أن يزيد رزقك كتبك من الحامدين. والرزق هنا أخي الحبيب لا يعني المال، الرزق، الصحة رزق، ذكر الله رزق، أن تحمد الله رزق، أن تكون سعيدا هذا أهم من المال بكثير، هذا رزق. أن يكون عندك زوجة تقر عينك بها أو ابن تقر عينك به، هذا من أعلى أنواع الرزق. أن تشعر بالقرب من الله، هذا من الرزق الذي لا يقدر بثمن. فإذا أنا هنا لا أتحدث عن المال، أتحدث عن الرزق الذي يجعلك غنيا سعيدا مطمئنا. لا أتحدث عن شخص يملك المليارات وهو مكتئب وقد ينتحر، لا أبدا. فإذا هنا أخي الحبيب، اجتهد بالدعاء، أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار له علاقة أيضا بالرزق، أكثر من صلة الرحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أهمية صلة الرحم في زيادة الرزق وفي طول العمر والسعادة أيضا. فإذا يمكن أن نلخص هذا اللقاء بكلمات قليلة. أقول لك أخي الحبيب، بما أن الرزق مكتوب عند الله، وبما أن الله هو الذي يسير الكون، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وبما أن الله يمسك كل شيء بيده، كل الكون الله هو الذي يمسكه، كل ذرة في الكون الله هو الذي يتحكم بها، كلهم في كتاب مبين، وبما أن الله ضمن الرزق حتى للدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وبما أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن الرزق مكتوب عليك مثل الموت، لا يستطيع أحد أن يهرب منه، كل هذه العوامل تجعلني أنا أطمئن وأهدأ وأنتظر المزيد من الرزق عز وجل، من الله عز وجل، ولكن أنتظر البركة في الرزق. أنا لا أطلب الكثير من المال، أقول يا رب القليل فيه بركة خير من الكثير منزوع البركة. فصدقني أخي الحبيب، سيغنيك الله عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما مات كم كان معه؟ هل كان معه المليارات أم دراهم معدودة؟ فلذلك كثرة المال ليست دليلا على محبة الله لك. عندما تكثر من الحمد ومن الاستغفار، توبة إلى الله، تكثر من التقوى، أعمال البر، بر الوالدين، خدمة الناس، تقديم الخير للناس، كل هذه دلائل تخبرك أن الله يحبك، وأن هذا رزق، أن هذا هو رزق الحقيقي، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ورزق ربك خير وأبقى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا التقوى والإيمان والعلم،
وأن يرزقنا محبته عز وجل، وأن يرزقنا مزيدا من الحمد والتوبة والاستغفار، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.